بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي مكننا طريق الجهاد ويسر لنا طريقا فيه عز وفيه نصر، اللهم لك الحمد. والله أننا نعيش بأفضل نعمة، وأننا نعيش بسعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والله من بعد ما تركنا ديارنا وتركنا أهلنا وتركنا كل الدنيا وما كنا نأمل به من مستقبل، والله ثم والله رزقنا الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم، جهاد في سبيل الله ومغنم وغنائم وأسلحة، والله ثم والله أنها كانت نعمة لنا، اللهم لك الحمد. انظر، والله هذا المكتب كان فيه حضر فيه بشار وأعوانه، والله العظيم ما شيء على الله سبحانه وتعالى صعب. إذا الله أمكن للمسلمين والمجاهدين شيء مكن الله لهم، وهذا هم الأخوة تركوا كل ما لديهم من ورائه ومستقبل ورزقهم الله بأفضل. اللهم لك الحمد على ما نحن فيه، اللهم لك الحمد. هذه الحياة التي نعيشها سعادة، والله نصح لكم، انفروا في سبيل الله. نصر أو شهادة، إحدى الثنتين، نصر أم شهادة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.